سعيد العاصي يا شباب، سعيد العاصي اللي ما ولدت مثله ولاده، حسن الخراط درك الشامي اللي طارت سراي من أوضة لأوضة وبعت له بيقول له نحن رفعنا رأس بلادنا وانت وطيت رأس فرنسا العظيمة يا جنانار. اسمعوا يا شباب، يا شباب اسمعوا، أبو علي تعب، لذلك رح سمعكم من شعر شاعر الجبل. شو أخبار؟ اسمعوا لكم شو أخبار. يا ديرتي مالك علينا لوم؟ نعم يا ديرتي لومك على من خان؟ اللي رجعت له روحه وانا عم اسمع كيف السوار فكوا الحصار بالتليفونيه وغنوا من الفرنساوي 20 باروده. يا اخي شو بيرفع الراس؟ شو بينومس؟ ولا بعقربه والمليحه؟ الله وكيلكم ومالكم علي مين تحلفوني؟ تمنيت لو كنت شب واحمل سلاح وقاتل مع السوار، بس الله يكرمني واحمل سلاح واحسن اقاتل معهم. يا كريم شو ما حدا عم بسمع صوتها؟ لك يا عمي شو فائده الحكي؟ الثوره مثل ما بتعرفوا فشلت. لا سيدي الثورة ما فيش ليه، معلوم كل الحرب كروا فر، وإذا الشباب اضطروا يوقفوا شوي مشان يزبطوا أمورهم مو معناتها الثورة فيش ليه. مزبوط يا أخي، شبابنا عملوا شيء وقفوا بوش الفرنساوي. إيه بكرة بيقولوا لأولادهم بلدنا ما تركناها ببلاش، نحن قدمنا لكم يوسف العظمي وحسن الخراط وعنا السلطان باشا وإبراهيم هنانو، ولف بلدنا حقها غالي يا جماعة. بلاش ولا بمصاري، الفرنساوي أخذ البلد وانتو قاعدين تشوفوا حالكم شعر بنت خالتكم. عندكم حدا هون تشوفوا حالكم فيش.
سياح. سيبا بعدين سياح ما بعرف شو ما بتعرف لانت بدنا نضل هون شو بدنا نساوي قلت لك ما بعرف يعني كنت اتمنى واحد من الشباب يمرق قلنا شو نعمل شو نساوي لوين نروح مين نتصل بس مثل ما لك شايفه صفينا لحالنا تخبيه عرفنا نختار مخبى منيح اذا كل شوي بدها تنطلنا دوريه يا بدنا نشتبك معها ويعرفوا مطرحنا يا بدهم يكمشونا شو العمل؟ ما بعرف قلت لك ما بعرف مو انت الرجال؟ مو انت الاب؟ شرف حلها ليش انا قدران حلها وما حليتها
شو هاد؟ لك ليش هيك؟ يعني شو؟ رح يقولوا عنك حرامي يا بصطريح. معقول؟ بس عم يقولوا ان الثورة فرطت، انه كل واحد يدبر حاله. بس مزبوط هاي الشباب، ما في ولا واحد منهم هون. اخرتها يقولوا عنك حرامي يا بصطريح. بلا خسوا. شو ليش خير؟ يعتذر منكم كثير تعبان. ان شاء الله خير معك، عودك ابني عود. خير اخي ابو علي، شو في؟ اخونا الحكواتي الله يشمله بالصحة والعافية. الله يعافيك. الله يشده بالعافية. امين. وصغارنا تحمل خناجر، وكبارنا للحرب واصل. نعم نعم. يا اهل الوطن شيلوا الوطن، يا بالوطن يا بالكفن. الله يسلم الملاطم. ولما التموا الاخوان على الاخوان يا اخوان، الشيخ محمد الاشمر وحسن الخراط وجماعه مسلم ورده. الله الله يا ورده، ورده على ورده. أخيراً نحن بدي مسمع. المهم نحن مع بعض روشي. جميل الساحر رجاءً أرجوك، كل شي عم بحلم فيه هلأ كاس مارتيني ونوم عميق. لا أرجوكي ماتيلد، أرجوكي، دمشق صار لي 25 سنة عم بحلم شوفها، شوف سحرها وجمالها. أرجوكي قومي معي امشي. طيب ممكن ألبس ثيابي؟ هجم عليهم مثل النمر. الله أكبر. يا سلام. عيونه مثل الجمر وحامل روحه على كفه، صرخ فيهم وقال لهم انا ابو الصيف ولا وهات يا عواص. الله اكبر. يا سلام. شو والله يا رجال، والله يا رجال الشباب ما بينسخى فيهم. الله يرحم حي البطل اللي حملهم. الله يرحمهم ويجعل مسواهم الجنه. امين يا رب. امين. ما بتقدري تعرفي قديش أنا سعيد الليلة. لا بقدر. عالم طفولتي ومراهقتي وألف ليلة وليلة وولتر سكوت وأنشودة رولان، كل هدول مو أهم أبداً من مذكرات جدي كوليان اللي عم عيشها هلا. بعرف، بس أرجوك روجي خلينا نستمتع بلحظات سعادتك بصمت. صحيح، أنا هلا بدمشق، دمشق الأسطورة، دمشق رينود وشاتيون، دمشق الرجال وصيحاتهم والنساء المتشحات بالياسمين وبالدماسكو وبكل شيء جميل وكل شيء حلو. روجي أرجوك خليني استمتع بهالصمت الشرقي الجميل، هالجمال هاد بذكرني بالجزائر. خلينا نشرب.
عائلتي. خبين الفرنساوي. أنا من طرف محمود بيك. يعطيك العافية أختي. أهلاً يا أخي. أنا من طرف محمود بيك وضروري أشوف حدا من أهل بيته. حاضر. أعوذ بالله. أعوذ بالله. وين خانم؟ رايحة أحرقهم. هدول في خطر علينا وعليك وعلى كل الناس. طولي بالك لو سمحتي. شو؟ قلي. لو المسألة بتنتهي بحرقهم كنت أنا اللي حرقتهم، بس مثل ما أنتي شايفة هدول أمنوني عليهم وأنا لازم أوصلهم إياهم. بس هدول خطرين. لو ما كانوا خطرين ما كانوا أمنوني عليهم. أنا بس لو بعرف عنوانهم بالأردن ما كنت استنيت. شو ناوي تعمل؟ أخذ عنوانهم منك. أكيد تركوا لك العنوان وأنا رح أرجع أوصلهم إياهم. طيب ارتاح شوي. يلا خاطركم. استنى. خد هاي البارودة معك. خدها. فيها ثلاث طلقات. ما بتعرف شو بيصير معك. حسوق. نحن صار لازم نمشي. أكيد الفرنساوية راجعين. رح أخبي سلاح وصير مثل بقية الناس. لمن الله بيأذن برجع بجيبه.
شو هاي؟ مكتوب لمحمود بيك وهدول كمان. لشو هدول؟ اخي هدول معلش مشان السفر، ولما بصير معك ترجع لمحمود بيك. خلص خود. كتر خيرك يا خانم. بخير. يلا خاطرك. لا تسافر هلا، بالليل أأمن لك، خود ترين لدرعا، وبعد درعا بتدبر حالك. خلينا نرتاح هون سياح. ايه نرتاح. وهلا لوين بدنا نروح؟ ما بعرف. خلينا نرجع على الشام، مو الشام بلدك؟ ايه بلدي، اكيد رح نرجع. الله يلعن السفر ضلك وساعتها. ابو علي علام ما غيره؟ ابو علي ما غيره. طيب منين بتعرفه؟ لك سيدي هي رفقه قديمه. رفقه قديمه؟ طيب انت شو اسمك؟ انا مصطفى العربيني. هلا مسالك عني، خذ ارتاح. يا ولد نزل قهوه على حسابي. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا هلا يا هلا بريحة الايام الحلوه. يا هلا بريحة الغوالي. أهلين أبو علي. تفضل. هذا القهوة يا علي. هلا قبل القهوة وقبل كل شيء بدي أعرف شو اللي صار معكم بعد ما أنا رحت مع خليل بيك، شو صار مع الشباب؟ هلا بنقعد وبنتغدى وبنحكي بعدين. أبو علي الله يخليك، ما بدي أتغدى، بدي أفهم شو اللي صار معكم. صلي على النبي، صلي على النبي شريف. ما قلنا شيء. يلا يا علي. شريف يا أهلا وسهلا. والله شربت والله. أهلين أبو علي. يا هلا يا هلا. السلام عليكم. وعليكم السلام. هلا هذا علي؟ هذا هو علي. ما شاء الله، تعال حبيبي. الله يخليه يا رب. بديت اخيرا انا بالشرق، الشرق اللي حبيته واللي حلمت فيه كل عمري. روجي رح احاول كون امراه اخرى واسالك سؤال بتمنى انه ما يحرجك. اسالي. انا اصابني الصداع من بيروت لهون وانت عم تحكي لي طول الوقت عن المدينه اللي فتنتك من طفولتك. صحيح. بس انت كنت عم تقتل ابناء من عدة ايام. عزيزتي انا لكل مقام مقال. انا وقت اللي عملت هيك كنت عم ساوي واجبي كجندي، وانا سويت المهمة اللي انطلبت مني من رؤساء، يعني اتميت عمل. وهون؟ لا انا هون روجيه اللي بتعرفيه بتحبيه من ايام الطفولة، عاشق ألف ليلة وليلة وعاشق مريم الزنارين وعاشق سبيل جاسوس صلاح الدين بلاط أمير أنطاكيا. أنا هون حفيده لنكوليان لبلان اللي أسرع عن قلعة شيزر واللي رجع لفرنسا واشتغل بصناعة الحرير. أنا هلأ عم عيش بالأحلام. وفي الحرب؟ في الحرب أنا عم عيش الواقع وعم عيش الواجب. حاول أنك تخفف من بهجتك عشان تقدر تأكل. دايم يا أبو علي. ما قلت كفاها الله. يعني ما بتعرف شي خبر عن صياح ولا عن بيدبروا حالهم؟ الله وكيلك بيدبروا حالهم. كل كم يوم وبتلاقيهم ان شاء الله. دايمي منزل عامر. وين؟ مشوار بعيد برات البلد. لا 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 لا، عنا سهرة عرمرمية يعني حكواتي وربابي، وبيعرفك على شباب بيعجبوك كثير، تستفيد منهم وبيستفيدوا منك. المرة الجاية أبو علي، المرة الجاية. علي ما علي مدروس. بدي أعرفك على شباب وأقول لهم شوفوا رفيقي، تعلموا كيف بيكونوا الرجال الحقيقيين. عود يا رجال عود. عود شرق. تفضل. Thank you.
وكان معنا بديك الهجمة هالشاب الزقرتي أبو الصيف. حيوه ليكو قدامكم. ها مصطفى العربيني يا شباب، الله أكبر لما كان يهجم على العدو. لو تشوفوا الفرنساوي كيف كانوا يتفرطعوا فرطعة قدامه، لما كان يخلص رصاص منها كان يسحب القامة ويشب على الدشم شب. يلا إلا وين أبو الصيف؟ لسه بكير ما سمعنا منا. استأذني أبو الصيف، لا تأذوني يا شباب، أنا الحقيقة عندي شغل وسفر طويل. خير خير يلا. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم. بنومي بحياتكم أبو محمد حكواتي. الله يرحمه. الله يرحمه. قوموا يا شباب، قوموا نتكل على الله وشوفوا بدنا نعمل. يا شباب واجب واجب. إنا لله وإنا إليه راجعون. تفضلوا يا شباب. شيء؟ لا لا ما في شيء. شايفتك مو على بعضك. قلت لك ما في شيء، قربنا نصل. يلا استعجل. يسوى الزاد. وهي ابو علي واجب، واجب ما بصير تتهرب منه. واجب؟ عم تحكي معي على الواجب لك افهم؟ نحن عم نحكي لحتى ما تموت النخوة بقلوب الرجال، مشان يعلموا أولادهم ويحطوهم على الطريق اللي مشينا عليها نحن. بدك ياني ينزل على القهوة وعمل حكواتي وسلي لك هالزباين؟ لك أفهد أنت ما بتقبلها. مواضيع يا أبو علي، الناس لازم تعرف شو صار بالثورة. مثل ما بتعرف أبو محمد حكواتي أعطاك عمره، والناس ما عم تسمع لا بالملك سيف ولا بعنتر ولا بزير الهلالي. بدها تعرف شو صار بالثورة على الفرنساوي. خدمة، خدمة القضية. الله يوفقك. ما بتفهم علي لك افهد. بعدين انت نسيان انه انا مطلوب من الفرنساوي، وانه الدرك والتحري عم يمشوا مثل كلاب الليل يشموا ريحه اي واحد من الثوار اللي مسكوه لك. شيخ شو بنا؟ والله معك حق. والعمل عمو على مزه القهوه بدار ربابه وبحكي بس. بس شو؟ ما بيعرف شو بده يحكي. بسيطه، انا بحكي لك كل شيء صار معنا وعلمك كيف تحكي. ايه ها شفت محلاك. الله يخلينا لك يا رب. خلص خلص خلص. اسمعوا لك عمي، راح احكي لك من وقت ما حملنا البارودة وعهدنا ربنا انه هالارض الطاهرة الشريفة هي ما يدوسها بستار اجنبي طالما فينا روح. والله وعملها فيي ابن ابو محمد الحكواتي. عمي ابو علي، ما بدنا الحكاية فورة وتنام. البلد عم تدفع كتير، وسلطان باشا وجماعته دفعوا، وابراهيم هنانو واهلنا بحلب كمان دفعوا، والشيخ صالح العلي واهلنا بالساحل كمان دفعوا. كله عم يدفع، واللي اندفع مو لازم ينتسب. صحيح. سمعوا مني يا شباب، سمعوا مني واحفظوا واحكوا للعالم. لما بطل الابطال يوسف العظمي استشهد. الشام لك صياح. هاي الشام. حاج حمدان تريك الساكو من ايدك، هلا انا بمسح لك اياه. خلاص انت ما عليكي، خليكي باليبرة. والله ماني حابب قلت لك اياها، رح انزل. قلت لك خليكي باليبره، خلاص.
شبك يا زلمة؟ إذا مالك معبي إيدك منه خلينا نرجع على الجبل، الله ما بيخلي حدا يموت من الجوع ولا بيقطع حدا. شلون مالي معبي إيدي هلا؟ هذا من خالي. شايفتك متردد ومتلبي. خلاص امشي. والله لدفعون حق هالخوف والجوع والتعتير اللي توقونا يا ما بنستاهله. والله صياح، والله اني ما مرتاح. امشي نرجع على الجبل. امشي شلون شلون نرجع؟ دقينا. يلا يلا نازلي انت. لا انا راح افتح. حاج حمدان انا شو عم ساوي هون؟ خليكي تشغلي، راح اشوف مين هدول. يعني يا مني يا ابو يوسف جايين يستعجلوني ونشوف شو بدنا نساوي مشان سيران بكره. خلي بالك بدنا يبرأ كثير بكره. على عيني وراسي من فوق. اهلين وسهلين مور.